ازاي بتعمل اختبار للسكند ستيرنج في اللوادر موديل 972L. تروح على قائمة الاعدادات، تخش على وظائف، اول ما بتفتح بتلاقيها في وشك على طول. بتضطر ان انت تدور المعدة. اول ما بتدور المعدة بتعمل التست اوتوماتيك لوحدها زي ما هتشوف دلوقتي، وبترجع تفصل. مطلوب منك بقى ان انت تدوس على الزرار دوت لغاية ما ينور اخضر عشان تبدأ في الاختبار. بالطريقة ديت هي كده بدأت تخش في الاختبار، بتقعد 10 ثواني وبعد كده بتفصل. بس كده الموضوع سهل وبسيط جدا، وده بفضل التكنولوجيا بتاع كاتربيلر.